من أجل سلامتك فحياتك تهمنا. عندما تمارسون نشاطاتكم السياحية والترفيهية بمناسبة أعياد الربيع عليكم بأخذ الحذر، لأنه قد تكون هذه المناطق أرضى للإصابة بمخلفات الحروب، فالأماكن المفتوحة وحافات الأنهار وسفوح التلال هي في الغالب مناطق خطرة ما بعد الحروب. أثناء تجوالك في المناطق المخصوفة سابقاً، تذكر دوماً أن تتجنب وأن لا تقترب وأن لا تلمس، أن لا تطرق، أن لا تركل كل ما هو خطير. ابتعد فوراً. أنا منطقتي أعرفها نظيفة ما بيها شيء، بس إذا طلعت خارج منطقتي أدخل المنطقة غير منطقتي، أنا ما أعرف إيش أكو بالمنطقة. أعرف شيء بالمنطقة؟ ما أعرف. أكو أشكال وأجسام غريبة يعني، أنا لازم ما أقترب منها. أكون حذراً دوماً، أكون حذر، أكون نبه. احذر المباني المهجورة التي قد تصادفك لأنها قد تكون خطراً عليك. أحياناً وأنت تجري خلف طائرتك الورقية وهي تطير بعيداً عن مكان إقامة عائلتك وأنت لا تشعر، ربما ستكون وسط حقلاً من الألغام، فاحذر وانتبه. عندما تجمع الحطب لتوقد النار فانتبه، فلربما لا تفرق بين المخلف الحرب القديم ولون الحطب. لا تقترب، لا تلمس، لا تركل، لا تطرق، انسحب فورا. تذكر دوما أن تتجنب كل ما يصادفك من أجسام غريبة. في حال شفتوا هاي الأشكال اللي هي قذائف مدفعية وصواريخ قاذفة وصواعق ورمانات، كل هذه الأمور لا تقترب منها ولا تلمسها، بلغ فورا. أهم شيء في حال شفت هاي الأشكال تنسحب وتحذر الناس اللي حواليك وتبلغ فورا، تبلغ شخص مسؤول، كان يكون مختار المنطقة، إمام الجامع، رجل بالقوات الأمنية. أيضا هنا عندنا مفهوم شائع وهو خاطئ جدا بيناتنا، إنه المخلف الحربي القديم هو لا ينفجر أي فاسد. لا يوجد إخوان مخلف حربي فاسد، بل الكل هي صممت لأجل إيقاع الضرر الأكبر بينا. الأماكن الخطرة هي المزابل، مقرات عسكرية متروكة والآليات العسكرية المعطوبة، هذه الأماكن ممكن يكون بها مخلفات حربية. مشاري موصل، بس عليك سلامي كنيرين. إذا رأيت مخلفات حربية لا تقترب منها ولا تلمسها. كن دوما قريبا من عائلتك، فلا تنشغل عن الأطفال ولا تبتعد عنهم، وإذا أردت أن تتجول فلا تتجول بمفردك، فاصحب أحدهم وكن حذرا وانتبه.